لا تامن هاجيت برك يا بهلول طربانية في سوايع تتبدل وسفينة فوق البحر برياح الجول ضحضات شفنا هذا يحطوا ذا يرحم هذا ميز هذا في تساق المرحول لا هذا زاد جديد مبروك المنزل ولا خرج المقبر نعشو محمول ضحضات هذا في 25 محوكل الساع في شاور عمر زاهي معدول واخر شايف الهرم قاضي يهزل فقط بصر جماعته منها معزول واخر عاشق عاشق واخر عاشق ملعبته فيها يجمل سفنة قلبه بابها انه مقفول ما يتفكر لاخره ما يتمدل ويتنتب حسابها مثل المهبول لا الله الشيخ الشيطان عنه متوكل ومستولي على رايها بده يجول واخر قالت حزب العمر يطول قروا به ايام عدهم مسؤول وتسلط الناس بالجاموية كله ويحسب فيهم دايما حن معدول ناسيين وجبال عظمة تزلزل وعد ربي كل من الأرض يزول يلقى في كتاب وش دار مسجل ويقف بين يدي ربي وش يقول يجي اللي كان في حقه ياكل وربي قاضي وحافل ملك عدول للنار يسوقوه بحديد مسلسل واسود وجهه الندم حاسر مدلول مأواه الله الضاد درك الأسفل مع المنافقين وبليس المنعول واخر في قرآن الأحزاب يرتل ركع ساجد خايف من نهار الهول منقي عايشه من الطيب ياكل وعارف جبينه داير عشا ماكول كي يخرج للضيف يفرح ويوهل وكريم على العائلة ما هو بخول في سبيل الله من ماله يبذل والزكاة يمدها في وقت الحول أعلى ربي في أعماله متمكن والأمانة يحفظها صدق في القول قدوة في النعيم جار بن جبل رفيق ومعاد صاحب الرسول الجعيد يرعى على الدنيا مثل نصيحة تفيد ذوي العقول باسمك العظم يا إلهي متوسل القرآن اللي على طه منزول ارحم والدي وجيران المنزل والنظم لبيت وسامع القول نختم بالصلاة على النبي المرسل محمد شفيعنا في يوم الحوض. الله يشفيك ويعافيك. الله يشفيك ويعافيك. آمين. يعني. أوه مزيان هما طيب.